خلالها شواطئ تابعة لإقليم اختصاص الشرطي وكذا قيادة الدرك الوطني، أين عينا بعض المخالفات المتعلقة باستغلال الساحات المحادية للشواطئ بخصوص إنشاء حظائر عشوائية، وكذا بعض المواطنين الذين يستغلون يعني الشواطئ من خلال كراء مستلزمات الاصطياف. وكان لنا حضور أيضا عن طريق توقيف 10 أشخاص عن عدة قضايا متعلقة بالضبط الإداري والقضائي.